عبرت آلاف النسوة في الخرطوم عن سخطهن لما يواجهه أهل غزة من تقتيل وصفنه بالأسوأ في تاريخ الإنسانية. ليس هذا فحسب، فقد تبرعنا بالحلي في حملة أطلقنا عليها جبل الذهب من أجل غزة. نحن أول من يخرج إلى غزة وأول من يبادر بالقتال. افتحوا لنا المعابر حتى نخرج، النساء قبل الرجال. وصبت المتظاهرات جام غضبهن على النظام العربي الرسمي والدول الإسلامية. والحكام المسلمين بقول لهم اقعدوا في غصوركم، البسوا خماراتنا، البسوا خماراتنا، البسوا خماراتنا، واحطونا أسلحتكم، احطونا أسلحتكم، نحن أولى بهذه الأسلحة، فأنتم جبناء تجلسون على كراسي من عظام أطفال غزة. المتظاهرات طوقن السفارة المصرية وطالبن بفتح المعابر وتقديم المساعدات لأهل غزة قبل أن يتوجهن إلى السفارة الأمريكية أيضا التي اعتصمن أمامها مطالبين بقطع العلاقات مع واشنطن. كان غفل المعبر تواطؤا لهذه الضربة للقادة العرب، ولا نرجو فيهم خير ولا دارين منهم الحاجة يقدموا عليها، بل يحلوا عن صدورنا. لكن الكراهية لإسرائيل تزداد لدى أطفال المدارس. عبروا عن سخطهم لما يشاهدونه من مأساة أطفال غزة، وقد استقطعوا من مصروفاتهم المدرسية دعما لأطفال غزة لتوفير الدواء والحليب. صرخة المتظاهرين تنادي بالوقوف مع غزة، فهل من مجيب لوقف عدوان دخل مرحلة كسر العزم ضد الأبرياء من النساء والأطفال؟ الطاهرة المرضي، الجزيرة، الخرطوم.